أعلنت وزارة الكهرباء أن توفير الطاقة وضمان ديمومة عمل المحطات التوليدية يكلف ميزانية الدولة نحو 12 مليار دولار كدعم حكومي مقدم للقطاع. وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي أن وزارته طالبت المؤسستين التشريعية والتنفيذية بثلاث محاور ترسم خريطة طريقها للنهوض بواقع الكهرباء. الأول يقضي بتعديل قانون الشركات على نحو يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، والثاني تعديل سعر التعرفة إذ لا يمكن أن يبقى سعرها مدعما بنسبة تتجاوز 93%، والأخير تعديل قانون الوزارة بشكل يسمح لها بمعالجة المشكلات الحالية والتي من بينها ضائعات الطاقة والتي تصل إلى 58% بسبب العشوائيات والتجاوزات.